النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة بصوص الفراولة بطريقة سهلة جدا واقتصادية. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أسهل كيكة بصوص الفراولة، هنعملها بطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا كوباية ونص دقيق عليهم رشة ملح، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زيت، بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، معلقة كبيرة خل أبيض، وطبعا بطل الحلقة بتاعتنا كيس جيلي فراولة. عايزين تستبدلوا الفراولة بأي نوع تاني براحتكم. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب شفشق الخلاط وهنزل كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية زيت، وكيس جيلي فراولة. وهضرب المكونات دي كويس جدا في الخلاط وبعدين هوريكم هنعمل ايه. ضربت المكونات كويس جدا في الخلاط اهو زي ما انتم شايفين. هاخد كوباية من الصوص واخليها على جنب. شايفين القوام حلو جدا، هخليها على جنب. وباقي الصوص اللي في الخلاط هنضرب عليه باقي المكونات السايلة. هنضيف لباقي الصوص بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، معلقة كبيرة خل أبيض، ربع كوباية لبن، وكيس فانيليا، وهضربهم كويس جدا. وبعدين هنشوف هنعمل ايه. خلاص ضربت المكونات كويس جدا في الخلاط، هنشوف هنعمل ايه. بسم الله. هجيب بولة وهنزل كوباية ونص دقيق عليهم رشة ملح، وكيس بيكنج باودر او معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهقلبهم كويس، وهنزل عليهم بالخليط السائل اللي ضربته في الخلاط. هقلب بالمضرب اليدوي لحد ما الخليط ما يبقاش فيه اي تكتلات. قلبت خليط الكيكة كويس جدا لحد ما الدقيق اختفى تماما وما بقاش فيه اي تكتلات. القوام بقى زي ما انتم شايفين كده. هجيب صينية مقاس 24 او 26، كل ما الصينية بقت اصغر كل ما الكيكة طلعت مرتفعة اكتر. دهن الصينية بالزيت وهنزل خليط الكيكة. بسخن الفرن على درجة حرارة 180، مشغلاه من حوالي ربع ساعة. هدخل الكيكة على الرف اللي في النص، هتقعد حوالي 45 دقيقة. هختبرها بالسكينة او بخلة الاسنان. تمام كده، هدخلها الفرن واول ما تخرج من الفرن هوريها لكم. شايفين الكيكة وجمالها بعد ما طلعت من الفرن؟ انا اختبرتها بالسكينة اهو زي ما انتم شايفين. قعدت 45 دقيقة على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. دلوقتي بعد ما سبتها بردت معايا شربات سيرب مخففاه بشوية مية، هخرمها وهسقيها. ممكن تسقوها بسيفن او بحليب براحتكم اللي متوفر عندكم.
خلاص بعد ما سقيت الكيكة بالشربات معايا كريم شانتيه. الخطوة دي اختيارية، كريم شانتيه ضرباه كويس جدا، هفرده عايزين تستغنوا عن الخطوة دي براحتكم. هفرد طبقة اهو بالمنظر ده، خلاص فردت طبقة الكريم شانتيه. معايا صوص الفراولة هنزل بيه، اهو زي ما انتم شايفين كده، وهحاول افرده. كده عشان ما بوظش شكل الكيكاية. شايفين جمال الكيكة بعد ما فردت عليها صوص الفراولة؟ دلوقتي هدخل الكيكة التلاجة لمدة ربع ساعة لحد ما صوص الفراولة يبرد شوية كده ويتماسك، وبعدين هطلعها وهوريكم هنعمل ايه. خلاص بعد ما طلعت الكيكة من التلاجة سبتها في التلاجة حوالي ربع ساعة، دلوقتي هطلعها بالصينية. الصينية بتتفتح بكليبس من الجنب عشان كده سهلة خالص. اهو يا حبايب قلبي الكيكة بعد ما طلعتها من الصينية، دلوقتي معايا كريم شانتيه هعمل روزتات بالمنظر ده. اهو يا حبايب قلبي الكيكة بعد ما خلصت وزينتها، بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الكيكة بصوص الفراولة الاقتصادي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية، سلام. لا تنسوا الاشتراك في قناة ديك البرابر وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.